ومن في الواقع الذي توج على قائمة البي بي سي لأفضل لاعب إفريقي للعام؟ ليس الأمر، إنه الأفضل، الملك المصري يا رجل. والآن توج محمد صلاح في العام 2017 لأفضل لاعب إفريقي، والآن في 2004 فاز النيجيري جي جي أوكاشا، في 2003 و2004، ونعتقد أن صلاح سوف يكون هو الفائز للمرتين على التوالي. نحن هنا مع الفائز، مبروك محمد، هذه الجائزة لك، وآخر مرة لقد مثلت هذه الجائزة وسوف تتوج المرة الثانية، وأنت بالتالي شبيه لأكوشا الذي توج مرتين على التوالي. إنه شعور رائع أن أفوز بها مرتين على التوالي، وأشعر بأن هذه أشياء سعيدة جدا. هناك العديد من الدقائق واللحظات التي كانت رائعة في عام 2018، أحدها كان مباراتنا أمام توتنهام والأخرى أمام روما هنا. كل مرة أحرز فيها أهدافا أسعد جدا بفريقي وبالفوز الذي نحققه ونعلو في جدول الترتيب. هل هناك ما تتطلع إليه في السنة القادمة؟ فقط أريد أن أفوز بلقب مع النادي. أنا سعيد بما يحدث لي، ولكن أنا أريد أن أطور من مستواي لأساعد الفريق، وأنا هذا الموسم لا أريد أن أقول الكل متحفز، ولكن الكل يريد أن يفوز بشيء، وسوف نستمر وسنرى. مبروك محمد، وأنت الفائز لأفضل لاعب إفريقي للعام 2018.